كويس. لبوتينا صباح الخير. الو صباح الانوار للا دنيا. اهلا وسهلا بك، مرحبا. شناك حبيبه؟ يتحسك الخير، انا ديما معاكم للا يحتاجك. ومرحبا بالناس ديال باريس الجاليه المغربيه المقيمه تما بالخصوص. الله يطول عمرك، تحيه كبيره لكل طاقم البرنامج. نقول لكم وجميع المستمعين، نقول لكم عواشر مبروكه. نعم الله يبارك فيك. نقول لكم ان شاء الله بالصحه وراحه الله. اللهم امين، رمضان ما بقى شيء فيه. نعم صح. والو اي والله يخرجنا من ان شاء الله يخرج، وحنا يا دايرين الواجب اكيد ودينا فيه الاجر. نعم ان شاء الله حنا وكل المسلمين ان شاء الله. اليوم غادي نعطيكم بريوات بالسردين. بريوات بالسردين. السردين ما كيجيوش مجهدين شويه؟ لا لا لا، كيجيو ولدات وخفاف. غادي نحتاجو 12 فيلي ديال السردين يكون مغسول ومنقي مزيان. فيلي ديال السردين. 35 غرام ديال الشعريه الصينيه. شحال؟ 35 غرام ديال الشعريه الصينيه. 35 غرام شعريه صينيه. معلقه كبيره ديال القشور حامضه مسيره تكون مقطعه صغيره، مقطعه قطع صغيره. معلقه كبيره ديال القزبر مقطع. معلقه كبيره قلتي الحامضه مسيره قشور ديالها؟ غير القشور. غير القشور. معلقه كبيره ديال القزبر مقطع. قزبر مقطع. معلقه صغيره ديال الملح. معلقه ديال عطريات الحوت تتبع جاهزه. اييه. معلقه ديال الهريسه تكون صغيره. عطريه ديال الحوت وقلنا الهريسه تكون صغيره. واللي كيبغي الحار يمكن له يدير معلقه كبيره. وي تبقى حسب الرغبه. نعم. جوج الوريقه ديال البسطيله يكونوا مقطعين على جوج. وريقه ديال البسطيله مقطعين على جوج، ولا ياخذ الواحد الصغيره كاع. وي الواحد كل واحد ياخذ الحاجه اللي تناسبه. ندوزو للطريق. نعم طريقه. ندخلوا السردين ديالنا للفران يكون مسخن قبل على درجه 170 لمده 5 دقائق. بالنسبه للشعريه الصينيه نوضعوها في الماء الغليان تقريبا 2 دقائق ونقطعوها. نوضعوها في بول ونضيفوا لها السردين من بعد ما نقطعوه في بيدينا قطع صغيره، ونضيفوا لهم عطريه الحوت والهريسه والقزبر والقشور الحامض المصير، وتنعمروا البريوات ديالنا تنلصقوهم يا اما بالبيض او بخليط الموطقي. ندخلوهم الفران او نقليوهم ونقدموهم مرفقين بالخبز او بالخضر حسب رغبتهم. نعم. نعطيك حبه بولوتي ديال الباربا. نعم. اها مرحبا. بولوتي الباربا. بولوتي ديال الباربا. نحتاجو في المكونات 4 البربات. بصله. بصله. 4 الماطيشات يكونوا صغار او علبه ديال الطماطم مركزه. 4 الماطيشات صغار ولا علبه ديال الطماطم مركزه. نصف لتر ديال مرق اللحم ومرق الدجاج. نصف لتر. شحال شنو قلتي؟ مرق اللحم ولا الدجاج على حسب الاختيار. عصير نصف حامضه. عصير نصف حامضه. 3 المعالق كبار ديال لاكريم فريش. 3 المعالق كبار قشدة طرية. 20 غرام ديال الزبدة. 20 غرام. وي 20 غرام ديال الزبدة. 20 غرام زبدة. ومليحة وبزيرة. ومليحة والبزار. ندوزو للطريقة. ايه. غادي نشحرو البصيلة ديالنا مع شوية ديال الزبدة. من بعد ما نضيفو ليها المرق ديال اللحم حتى تبدا تغلي نضيفو ليها الباربا نكونو قشرنا وصلنا طبيعة الحال وقطعنا مربعات. ونضيفو معاها مطيشة وشوية الملح والبزار ونقلقو عليها طيب 20 دقيقة تقريبا تكون على نار هادئة. ملي طيب نطحنوها ونضيفو لها لاكخيم فخيش وعصير الحامض وبالصحة والراحة. الله يعطيك الصحة، تبارك الله عليك، شكرا لك على هاد الوصفات اللي قدمتينا اليوم، وان شاء الله نجربوهم.